عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين وعلى صحبه المنتجبين. المحاضرة اليوم، أنا طبعا جزيل الشكر لاستضافتي من قبل مركز الابتكار والإبداع العراقي المتميزين دكتورة سلوى وأستاذنا العزيز زيدون وأستاذ مهند وكل الكادر في مركز. شرف لي كبير بوجودي بيناتكم وإلقاء محاضرة معكم. فنبدي اليوم على موضوع الساعة، قد يكون بالحقيقة اللي هو الكليك كيمستري. هذا الموضوع اللي الآن حاز على جائزة نوبل للكيمياء خلال هذا العام، وسابقا 2001 او 2002 ما اتذكر بالضبط، العالم تشارلز ايضا كان فائز بجائزة نوبل، هذه المرة الثانية يفوز بها ايضا لدوره الكبير بهذا المجال من الكيمياء. اذا نشوف هاي الصوره الجميله اللي موجوده بالموقع جائزه نوبل، الموقع الرسمي لجائزه نوبل، خلينا هذه الصوره، العالم تشارلز والعالمه والعالم الاخر ثالث راح نجي لهم بالتفصيل اسمائهم حتى ما ننظمهم. كل واحد لازم له جزء من جزيئه صغيره وبيدهم كأنما هذا الحزام الأمان اللي نلبسه يقفل جزئين يقفل. فبساطة وجمالية هذا التفاعل هو يكمن بأنه نقدر نربط هاي الجزيئات الصغيرة بربط بعملية جدا بسيطة، كأنما جاي نربط حزام الأمان للسرعة وللسهولة. إذا نتخيل حزام الأمان لما نحاول نغلقه راح يطلع فد صوت بسيط كأنما كليك، يعني لما أربط حزام الأمان كليك. أنا دائما يعني لطلابي من بدينا أشرح لهم الكليك كيمستري وأخذهم طلب الدراسات، كنت أسوي لهم بهالشكل هذه، أنه التفاعل من قد ما سهل وبسيط وسريع فهو كليك رأسا، مجرد أنه جاي نغلق حزام الأمان هو جاي تتكون الآصرة أو الارتباط بين جزيئتين مختلفتين. بالحقيقة أول ما بدأ صياغة هذا المصطلح، مصطلح كيمياء النقرة أو الكليك كيمستري بواسطة العالم شاربلس اللي موجود أمامنا هنا، وبوقت بنفس الوقت العالم ميلدال، بس كل واحد على حيده، بدأوا يوصفون. طبعا بداية 98 بدأ يعني يتداول هذا المصطلح كيمياء النقرة، لكن ما كان لسه واضح بشكل تمام. طبعا راح نشوف التسلسل الزمني انه هو كتفاعل معروف مو تفاعل جديد، لكنه شغلة صغيرة واحدة جماعتنا اهل اللاعضوية سووها بحيث خلت ياخذ الحيز والمكانة الكبيرة له. من بعدها طبعا شارب سنة 2001 او 2002 2001 اعتقد حاز على جائزة نوبل، وهذا العام حاز على جائزة نوبل للمرة الثانية. العالم فين هذا اللي بالوسط، الرجل كان يشتغل ضمن التيم مال شاربلس، وهو بالحقيقة كان على يديه الوصف الكامل من بعد 2003 للكليك كيمستري وتفاعلات النقرة بشكل ممتاز. خلينا صورته حتى لا نظلمه. العملية تشارلز شنو وصف لنا؟ أنه نقدر نربط وحدات صغيرة مع بعضها باستخدام أواصر بين سماها أواصر هيتروجينيوس غير متجانسة. إحنا نعرف بالكيمياء العضوية كربون كربون يكون هوموجينيوس، أواصر تساهمية متجانسة، لكن لما تيجي ذرة عنصر آخر غير الكربون ترتبط مع الكربون فرح يعطيني الهيترو. فحتى وهذا اكو صنف كامل بالكيمياء العضويه اللي هو الهيترو اورجانيك كومباوندز. فلما يكون عندي ربط بين كربون نيتروجين، هنا صار عندي الآصرة التساهميه بين ذرات كربون واكس، سميناها اكس بصوره عامه اللي هي النيتروجين. هاي اغلب هاي المركبات تمتلك خواص انه ممكن تكون مواد صيدلانيه وادويه. سنة 2008 صار لي فرصة أنه أحصل على منحة بحثية في جامعة كوينزلاند باستراليا بالمعهد الأسترالي للبايو انجينيرينج والنانو تكنولوجي، واشتغلت مع هالأستاذين البديعين دكتور فراس رسول اللي هو أحد أساتذة أو خريجي جامعة البصرة بالسبعينات،
وكمل دكتوراه في إنجلترا واستقر في أستراليا، والأستاذ الكبير أندرو واتيكر، ذول الاثنين بالحقيقة فضلهم عليه كان كلش كبير. سنة 2008 تخلط من هذا الجروب الرائع في وقتها، وتعلمت من عندهم كل الطرق الحديثة. يعني كنا كأبديت، يعني لما نقول أنه بدأ الكليك كيمستري الحديث سنة 2003، والفري الكنترول فري راديكال بوليمرايزيشن بدت بال 2004 2005، فسنة 2008 أنا تلقيت العلم هذا من عندهم، والحمد لله قدرت أنقله إلى جامعة البصرة. شنو تمتاز؟ تمتاز هذه التفاعلات اللي هي تفاعلات الكليك، بأنه تفاعلات سريعة سهلة بالتحضير، جدا سهلة، ما بيها فد صعوبة. ممكن أنه نقيها بشكل كلش ممتاز، تعطي حصيلة عالية، ما تنطيني منتجات ثانوية صعبة ما ممكن إزالتها. ممكن أنه نبني جزيئات كبيرة باتحاد جزيئتين صغيرة متعددة الاستخدامات، راح مثل ما راح نشوف يعني الكثير من الجوانب والاستخدامات ممكن أنه ندخل بها. الشغلة الحلوة اللي هي الريجو سبيسيفيك، أنه أكو فد انتقائية تفضيلية بأن يتجه التفاعل لتكوين مركب واحد وليس مجموعة من المركبات مثل ما يحصل بالتفاعلات العضوية الاعتيادية. طبعا قلنا يكون الحصيلة عالية، زمن التفاعل جدا قصير، الناتج اللي راح يتكون اللي هو نسميه ترايازولات، لأنه ثلاث ذرات نيتروجين هي آزو، فتراي آزو، فكترايازول هذا المركب الحلقي راح يكون مستقر اتجاه الأكسدة ومستقر جدا اتجاه تحلل الحوامض وغيرها. لذلك لما أربط جزيئتين بهذه الطريقة النواتج راح تكون مستقرة، وهذه جمالية وفعالية هذا التفاعل. لما نجي للكلاسز، أصناف الكليك كيمستري، أول صنف هو السايكلو أديشن رياكشن، وهذا معروف يعني مو فد شيء جديد، يقسم إلى قسمين بالنسبة لهذا التفاعل اللي هو تفاعل الأزايد مع الألكاين. عندي آصرة ثلاثية مع الأزايد الأنثري راح ينطيني هذا السايكلو أديشن، نسميه الإضافة المتحلقة حولقة، أنه أسوي حلقة من مركبين فنسميه بالسايكلو رياكشن. أنا أحاول أسهل قدر الإمكان الكلمات لأن أعرف قد يكون البعض مو من كيمياء، يعني ما عنده فكرة عن الكيمياء وخاص والبوليمر. بعدين الصنف الآخر من السايكلو أديشن معروف لكل الكيمياويين اللي هو ديلز ألدر، لما أخذ داين متناوب آصرتين مزدوجة ألكين مع ألكين أحادي راح تصير عملية أيضا سايكلو أديشن ويتكون عندي المركب اللي واضح. بقية الأصناف اللي هو نيوكلوفيلك رينج أوبنينج رياكشنز، عملية يعني هذا نيوكلوفيلك مثل قاعدة راح تهاجم الحلقة، والحلقة دائما اللي تكون ثلاثية أو رباعية بها توتر وشد فبسهولة راح تنفتح فيتكون عندي هذا المركب. النوع الآخر نون ألدول تايب كاربونال كيمستري، لما يكون عندي مجموعة الكربونيل ممكن تتفاعل بسهولة مع الـ NH2 ويتكون لي الأزوميثاين جروب، اللي وهذا التفاعلات الآن بالعراق يمكن أغلب جماعة الكيمياء العضوية تشتغل الشبيس وغيرها وتشالكونات. والصنف الأخير هو الأديشنال رياكشن أوف الكين تو ثايول، وهذا راح أحكي به بالأخير ضمن أصناف الكليك كيمستري المهمة جدا ويطلق عليها بالثايو كليك كيمستري. المهم اللي عندي أنا اليوم هو الأزايد ألكاين سايكلو أديشن اللي هو الكليك كيمستري مالتي. بال 33 أول مرة تقريبا بدأ توضيح أنه الأزايد يكون عندي بشكل دايبولار، 1-3 دايبولار من قبل العالم لينوس باولينج مثل ما جاي نشوف. سنة 60 العالم الهوسين هذا انطبق التفاعل كله باسمه، لما نستخدم تفاعل بين الألكاين مع الأزايد باستخدام حرارة راح ينطيني ناتجين، وهاي النواتج نسميها الأيزومرات. فهذا التفاعل سمي باسم هوسين لأنه هو اللي اكتشفه وهو بيّن الميكانيزم مالته بشكل كلش ممتاز. بال 2001 الثورة اللي صارت من قبل العالم تشارلز والعالم ميلدال اللي هو استخدم الكبر كاتاليست حتى يسوي لي سايكلو أديشن
الى هذه المركب اللي ينطيني ترايزين. شنو الفرق بين هوسن هذا العالم هوسن اللي كان يشتغل بالهيد وشاربلس وملدل؟ الفرق انه عندما نستخدم درجة حرارة او يروح باتجاه الحراري راح ينطيني سلسلة من المركبات او اللي نسميها ايزومرات. يعني هذا المركب ممكن يربط الار جهة الار تكون باتجاه الان ماينس وممكن تكون الار باتجاه الان، هذه الاولى، فراح ينطيني زوج من المركبات. هذه المركبات تكون جدا متشابهة من ناحية من الخصائص الفيزيائية، فعملية فصلها يعرفون جماعة العضوية يمكن جدا صعبة، كولوم كروماتوغرافي وغيرها، وصعب جدا لأنه متشابهين إلى أبعد الحدود بالخصائص الفيزيائية. بينما عندما إجا تشارلز وميلدال وخلوا الكاتاليست اللي هو الكبر الأحادي، وراح نشوف الأحادي لأنه له دور، انطاني ناتج واحد فقط بحصيلة جدا عالية بوقت قياسي سريع، وإذا استخدم المايكرويف خلال ثواني ممكن أنه ينتهي التفاعل. الميزة الأساسية أنه هذا راح يكون ناتج واحد، ما راح يحتاج أي فصل أي تنقية أي شيء. واحد يقول أوكي خلنا نستخدم هذول اثنين هم، يعني شنو المشكلة؟ لا، المشكلة أنه قد يكون واحد من هذول دواء والثاني سام. يعني هو صحيح نفس الصيغة الجزيئية، لكن اتجاه المجامع أو مواقع هاي المجموعتين ممكن تخلي المركب يكون دواء وممكن تخلي يكون سم. لذلك ما ممكن أنه نستخدمهم اثنينهم كمزيج ونمشي بيهم، إذن لازم أنه يكون فصل لهم. الكاتاليست اللي إجالي الكبر حل هاي المشكلة بأن ينتج لي مركب واحد فقط. الميكانيزم اللي راح يصير بشكل مبسط، الميكانيكيه شلون راح يصير التفاعل، راح نشوف انه الكبر موجود مثلا بالسلفيت او بالكلورايد اللي هو بلس 1 الكبرس، راح يهاجم الالكين وينتزع منه ذره هيدروجين ويرتبط الكبر بالآصره الثلاثيه، ومن ثم الازايد راح يهاجم هذا المعقد الوسطي ويروح يكون لي الترايازين. هذا الترايزين انه يمر بالحقيقه بمرحلتين، المرحله الاولى بهالشكل هذا بحيث يصير عمليه سايكلو اديشن، الكبر يكون داخل الحلقه ويكون حلقه سداسيه، بس هذا غير مفضل من الناحيه الثرمودايناميكيه ومن الناحيه الحركيه ما يكون مستقر، فدائما المركب اللي غير مستقر حراريا وحركيا يحاول يغير من الستراكشر مالته الى شكل اكثر استقرار، فيتكون الشكل الخماسي هذا الترايزول ويكون السيو يطلع بأن يطلع السيو يكون معوض، وبالنهاية ينفصل السيو حتى يرجع يسوي دورة أخرى تفاعل آخر وينفصل عندي الناتج اللي موجود. نجي الآن إلى التطبيقات. بالحقيقة جماعة الأدوية عندهم فد يعني تشالنج كلش كبير، أنه شلون يوفرون للمريض دواء يكون ما بي سايد إفكت، يكون مريح للمريض. دائما أغلب الأدوية تكون هي تمتلك سايد إفكت، وخاصة لما نحكي بالأدوية للأمراض السرطانية والأمراض المستعصية بعيد الشر عن الجميع. لذلك هنا ما يحاولون يحسنون من النظام الدوائي كل ما راح يريحون المريض. البوليمر وفر لي مجموعة هائلة من الستركشرات اللي ممكن أنا أشتغل بيها وأحمل الدواء بيها، على سبيل المثال يكون على شكل المايسل وهذا جدا مهم راح نشوفه الآن، ممكن يكون دندرمر، ممكن يكون كبسول، ممكن يكون نانو بارتيكلز، ممكن يكون على شكل بليت فيلمز أفلام، وممكن ما يسمونه بالبوليمر سامز اللي هو تصير مجموعة من البوليمرات المحبة للماء تكون متحلقة بشكل داخل محيطة بتجويف مائي، نسمي هذا نطلق عليه هذا التركيب البوليمر سامز. هذه كلها ممكن توفر لي بوليمرات تحمل الأدوية اللي أنا أريدها وتوصلها إلى النسيج الهدف بحيث توفر لي أكثر فعالية وأفضل راحة للمريض. خلينا نشوف هذا المثال أمامنا شلون ممكن أنه الكيمياوي يفكر مع بقية الاختصاصات بأن ينتج دواء يكون مناسب للاستخدام مالنا.
نشوف انه عادة الاخوان اللي يشتغلون بالسيل والكانسر والسوالف هذه، التشو هذا النسيج يحتاج الى ما يشبه الحوصله، المايسلز، هذا الشكل اللي عندنا هنا، حتى يقدر يخترق جدار الخلايا او جدار الانسجه ويروح الى النسيج الهدف. فهنا شنو يكون عندي؟ هذا لازم يكون عندي جزء محب للمي وجزء كاره للمي، هيدروفيليك هيدروفوبيك. الكليك كيمستري وفرت لي هاي العمليه. من احكي انا ادخل مواد كيميائيه قدر الامكان، كل ما يكون ناتشرال، كل ما يكون بايو بوليمرز مثلا او مشتقه من مثلا بيبتايدات سكريات يكون افضل، حتى نامن السايد افكت او التوكسيسيتي اللي ممكن تجي من المواد الكيميائيه المحضره. فهنا انا احتاج حتى اكون هذا المايسل احتاج جزء هيدروفيليك المحب للماء واحتاج جزء هيدروفوبيك. فشنو سووا؟ اخذوا الالفا سايكلوجيك سترين والبيتا سايكلوجيك سترين، هذول واحد من عندهم الالفا هو محب للماء والبيتا غير محب للماء. البيتا فعلوه مع البولي كابرولاكتون اللي هو هيدروفوبيك، وهنا استخدموا مركبات الاكرايل امايد الان ايزوبروبايل اكرامايد والان ايزوكرايل ساكسونيت اللي هو هيدروفيليك، وحملوا عليها مجموعه من البيبتيدات اللي هي ممكن تشتغل كدواء ضد السرطان، واللي رمزوا له هنا بهذا بالار جي دي اللي هو بيبتيد متكون من الارجينين جلايسين والاسبارتيك اسيد، حتى يحافظون على هذا البيبتيد ما يتحلل يحموه بالبولي أثيلين جلايكول. طالما هو بيبتيد فعندي أنا مجاميع الكاربوكسيليك أسيد والان اتش 2 ممكن تسوي لي هيدروجين بوندينج أواصر هيدروجينية ثانوية مع البولي أثيلين جلايكول. فالبولي أثيلين جلايكول راح يلتف حول هذا البيبتيد اللي هو الدواء مالتي ويحميه ما يخليه يتحلل قد ما يدخل الى الجسم. انا ليه شنو الفكره؟ اريده يروح الى النسيج الهدف، ما اريد انه مجرد يدخل ويسبب لي مشكله لكل خلايا الجسم. فعاده هذا التجاذب هنا بدرجه بالبي اتش اللي هو 7 المتعادل 7.4 يكون محمي بشكل جدا ممتاز. لما يوصل الى الخلايا السرطانيه، الخلايا السرطانيه البي اتش مالتها اقل من 6.8، فايش راح يصير؟ التعاصر الهيدروجيني اللي موجود الاواصر الهيدروجين الموجود بين البولي اثيلين جلايكول وبين البيبتيد اللي هو الدواء راح تبدي تنفتح ويطلع البولي اثيلين جلايكول ويصير عندي جاهز البيبتايد للشغل، فيشوفه يهاجم الخليه السرطانيه بالذات ويقتلها ويتخلص من عندها. اذا انا قدرت بهذا التصميم البسيط ادخله الى داخل الجسم، ما خليته يشتغل باي مكان، لا يروح وين الخليه اللي هي مصابه بالمرض نتيجه تغير البي اتش مال النسيج اللي موجود النسيج السرطاني. اشتغل البولي اثيلين جلايكول كانما سويتش اوف سويتش اون، انه بالبي اتش المتعادل الاعتيادي هو قافل على الدواء ما يتحلل، لما يوصل بالبي اتش 6.8 راح يبدي ينفتح هذا البولي اثيلين جلايكول ويطلق ويبدي يهاجم الخليه السرطانيه. التفاعلات مثل جاي نشوفها، يعني حبيت انه بس نخليها ليست بتفاعلات صعبه، مجرد انه افاعل السايكلو البيتا سايكلو بيوتين والتوزايل كلورايد وبنفس الشيء بالنسبه للالفا سايكلو دكسترين العفو، فراح يتحول الاوتوزيليت والاوتوزيليت يتحول بسهوله ويا الان اي ان او 3 الى الان 3 او احوله مع الالكاين جروب وابدي اربط الجزء الهيدروفوبيك مع الهيدروفيليك واكون هذه المسل اللي تقدر تهاجم بسهوله التارجت اللي انا اريده بالضبط. هذا دخلني بموضوع جديد اللي هو البايو اورثوجونال كيمستري اللي ايضا ظهر بال 2003 بالتزامن مع تشارلز وميلدال من قبل العالمه بيرتوزي اللي
يعني استحدثت هذا التفاعل اللي هو سموه بالبايو اورثوغونال كيمستري، وهي فازت الشخصيه الثالثه اللي فازت بجائزه نوبل هذا العام. شنو هو هذا؟ هو عباره عن نوع من انواع التفاعلات السريعه ذات حصيله جدا عاليه، تكون انتقائيتها كلش عاليه، تحدث بالمحيط البيولوجي داخل الخلايا مع الخلايا مع الانسجه بدون ان تاثر على الفانكشنال جروب، المجاميع الوظيفيه الاخرى اللي موجوده بالانسجه. فعلى سبيل المثال لما يكون عندي سيل ممكن انه اربطها بتفاعلات بسيطه مع ازايد او الاصره الثلاثيه، واجيب مركب مثلا الى القابليه انه يكون فلوروفورم، يعني الى قابليه انه ينطي انبعاثات ضوئيه، اربطها مع الازايد او الالكاين حسب اي واحد شنو رابط من كل جهه. فبالكليك كيمستري راح اربطهم سوا واروح على السيل ايميجنج، اقدر اخذ صور للاورام وللخلايا بشكل ممتاز. هذا الرسم يبين لي بكل بساطة البايو أورثوغونال، أنه عندي مثلا إذا أسوي مثبطات للإنزيمات، مثبطات للبروتينات، فأكو مكانات مستقبلات بالبروتين أو الإنزيم، أسوي الجزيئة مالتي اللي هي إلى القابلية أن تلتحم مع البروتين أو الإنزيم، سواء واحدة تكون حاملة للأزايد أو حاملة للآصرة الثلاثية، فراح يربطون بالبروتين أو بالإنزيم أو بالمادة اللي داخل الجسم السيل أو التشو اللي أريده، فيحدث تفاعل الكليك، وممكن أسوي الزرعة وأشوف النتائج مالته شنو تعطيني، وأنتقل بي إلى الحيوانات المختبرية، ومن ثم يطور العلاج داخل الجسم. الشيء المهم أنه ممكن أنه هذه العملية تجرى داخل الجسم، يعني تفاعل الكليك كله أنه ممكن أنه نجري داخل الجسم، فهذا فشيء ممتاز بالحقيقة. لو نجي إلى التطبيقات النانو تكنولوجي، نشوف هنا تطبيق مثلا لما ياخذ الذهب على شكل نانو بارتيكل ويبدي يخلي يسوي موديفيكيشن على السطح مالته، بحيث جزء من النانو بارتيكلز مال الذهب يخلي بيها ازايد وجزء يخلي بيها عاصره ثلاثيه الكاين. دائما الانسجه البروتينيه اللي حاويه على الاورام راح يكون موجود بها النحاس الاول الاحادي الكبرس، فمن تجي هنا شنو راح استفاد من عنده؟ راح استفاد من عنده الذهب النانو بارتيكلز هنا كاداه للتشخيص. فبمجرد انه احقنا الى خليه سرطانيه راح يصير التحام بين الجزيئات النانوية اللي قسم منها حاملة للأزايد وقسم حاملة للألكاين، فراح ترتبط مع بعض، من ترتبط راح يتحول للكبرس إلى الكبريك، من CU1 إلى CU2. فالذهب الاعتيادي راح يكون اللون مالته بين الأحمر إلى الأصفر البرتقالي بهالشكل هذا، لما يبدي يتحول ياخذ الكبرس ويرتبط راح ينطيني الكبر 1 يتحول إلى كبر 2، فيتحول اللون إلى اللون الأزرق، فهنا صار عندي التفاعل لوني. بمجرد أنه أشوف أنه تلون النسيج باللون الأزرق راح أعرف أنه أكو هذا النسيج بجزء مسرطن، فراح يساعد الجراح على الاستئصال وعلى أن يرفعه وما يرفع الأجزاء السليمة. لو رجعنا صار اختزال الكبر 2 إلى الكبر 1 راح يرجع اللون أخضر، فهي تفاعلات لونية. مو فقط الذهب، ممكن أنه يستخدمون الجرافين، الكوانتم دوتس، أي ميتال نانو بارتيكلز ممكن أن يبنون عليها هذه التفاعلات، يستخدمون الكليك كيمستري بحيث أخلي على سطحها جزء من عدها أزايد وجزء من عدها عاصرة ثلاثية، تكون متحسسة جدا للكبر الأحادي. بمجرد أنه تشوف كبر أحادي راح يلتحمون وتتغير ألوانهم
من تتغير الألوان راح ينطيني تشخيصية، ويفيد الجراح بأنه يعرف بالضبط وين مكان الخلية أو النسيج اللي هو متورم فيرفعها بدون أن يأثر على بقية الأنسجة. نشوف العملية كلها هي عبارة عن اقتران حيوي نسميه البايو كونجوكيشن، اللي هو هذا واحد من أهم التطبيقات بالحقيقة. فالبايو كونجوكيشن هي استراتيجية كيميائية أنه حتى يكونون آصرة تساهمية مستقرة بين الجزيئات الاعتيادية، وعلى الأقل تكون أكو جزيئة بايو مولكيولز. فاستخدمت في العديد مثل ما نشوف العديد من البيبتيدات، الأحماض النووية، في كثير من الجزيئات الحيوية اللي تعتبر كبايو مولكيولز قدروا يربطونها ويسوون بها عملية اقتران كفائدة. يا أما أسويها ليبلينج حتى أميز هذا النسيج اللي راح يصير بالبايو كونجوكيشن، أو يكون ملائم كدواء. السيل إيماجينج هو واحد من أهم الأمور، فهنا أنا راح نرجع على الذهب، شلون استخدموا الذهب. هذا الذهب اللي يكون من المجوف لما يجي يربط ب التونايترو بنزويك أسيد، هذا التونايترو بنزويك أسيد جدا حساس للأشعة رامان، رامان أكتيف موليكيولز، ويبني عليها الأزايد بهذا الشكل البسيط. بنفس الوقت يحتاج أنه جزيئة أخرى تكون تقدر أنه ترتبط بالخلية السرطانية. فجزيئات الفوليت معروفة عند جماعة أطباء أو البايوكيمستري وغيرهم أنه ممكن أنه ترتبط بسهولة مع الخلايا والأنسجة المصابة. فلما هذا الفوليت أجي أركب عليه أو أسوي عليه موديفيكيشن، أنزل الأزايد وأضيف هذا المركب، وين راح يكون عندي مكان تشو بسرطان؟ راح يصير ارتباط رأسا بين الكائن ويا هذا الفوليت، وينطيني فد حساسية جدا عالية اتجاه رامان، بحيث ينطي صور جدا واضحة. وشافوا هذا التفاعل، هذا البحث بال 2017 قدروا يحصلون لمدة 30 يوم على صور رائعة جدا للخلايا، بحيث هذه تسهل، يعني هذه جزء من أنواع التشخيص اللي تساهم بحل للعلاج من قبل الجراحين، بحيث يروح الجراح إلى المكان فقط اللي صار به لعبه. فنشوف البايو أورثوغونال أنه مثلا هنا أنا أريد أدخل جزيئة بها صفة الفلوريسنت. الفلوريسنت مركبات اللي تمتص الأشعة اليو في وتبدي تتغير الألوان مالتها، فممكن أنه يزرعون على السيلز نفسها مجموعة أزايد ويركبون الجزيئة اللي هي تمشي على اللي بيها خصائص فلوريسينية، بحيث تربط بها ويكون ليبل ممكن أميزها باستخدام اليو في لامب. ممكن أيضا بالراديو راديو ايزوتوب ليبلينج، لما يستخدمون الاف 18، لما يستخدمون التصوير بالبوزيترون إيميجن، هنا أيضا راح يكون جدا مناسب واستخدم بشكل ممتاز باستخدام الكليك كيمستري بالتفاعل بين البيبتايدات اللي ممكن أنه ترتبط مع أو تكون أدوية للخلايا السرطانية مع البروب السنسر اللي ينطيني الراديو آيزوتوب. حاول أكون شوية سريع حتى ألحق. الكليك ريشنج أيضا سوالي يعني انطاني فد كفاءة جدا عالية بأن أربط معقدات العناصر الانتقالية. الترايزين معروف، يعرفون جماعة الكيمياء العضوية وجماعة التحليلية أنه هذه النيتروجين بيها مزدوجات إلكترونية غير مشاركة، فممكن أن ترتبط وتسوي تشيليتنج ويا العناصر الانتقالية بسهولة. فممكن أنه أدخل أدوية مثل السيزبلاتين، الدواء المعروف للسرطان، ممكن أسوي تشيليتنج ويا أي معقدات أخرى. فممكن أسوي مركبات كبيرة بين المركبات حيوية بايو موليكيولز مع معقدات العناصر الانتقالية، كأن تكون ليبلز أو دواء أو ممكن تكون كاتاليست استخدمه، لأن شفنا يعني العناصر الانتقالية ومعقداتها، يعني المجال الكاتاليست بها
رائع جدا. فهنا أنا يوفر لي الكليك كيمستري سهولة الاقتران بين معقدات العناصر الانتقالية مع البايو موليكيولز. هنا أنا هذا الروتوكسانز المركب الحلقي الكبير ممكن أنه أسوي به، هذا يعتبر يعني بالكيمياء يعتبر مثل المحرك، مثل مكينة ممكن أنه تنقل لي أي مادة من مكان إلى مكان آخر. فلو جبت مركبين، مركب بالأزايد ومركب بالآصرة الثلاثية، فراح أسوي ما يسمونه بالدمبل شيب، هذا الشكل كأنما راح يكون بمحرك، هذا كأنما إطار ينقل إلي من مكان إلى مكان. شنو فائدة هذا؟ هنا الآر هي المهمة. أنا عندي يعني عندي دواء، عندي كاتاليست، عندي أي شيء هنا أنا ممكن أنا أحمله، فراح ينقل الروتوكسانات راح تنقله إلى الهدف اللي أريده. فممكن أحمل ماتيريالز، ممكن أسوي كسنسرات، ممكن هو طبعا كماشينز محركات وآلات تمشي لي المادة اللي أريده، ممكن أنه أربطها ككاتاليست، ممكن يكون كدواء وغيرها. الطفرة الكبيرة والتطور الكبير هو بالشغلات المناعية. عادة الجهاز المناعي يحتاج إلى فترة حتى يبدي يشتغل لكل مرض. علماء المناعة بالاشتراك مع الكيمياويين حاولوا يوجهون يسوون عملية توجيه جديد للمناعة، لفكرة المناعة داخل الجسم، بحيث يعطلون المناعة من مكان معين ويوجهون المناعة نحو المكان اللي هم يريدونه. العملية كيف تتم؟ المناعة أنا أحتاج أنتي بادي، وعندي أنا مكان مسبب للمرض، هذا المسبب للمرض بتشو معين بمكان معين داخل الجسم. فالأجسام المناعية الأنتي باديز على ما تتكون وتبدي تدور وتروح تهاجم كل الجسم على ما تلقى يراد لها وقت. لكن لو جبت لينكر موليكيولز أربط الأنتي بادي ويا جزيئة ممكن تربط مع الباثوجين، اللي هو العوامل المسببة للمرض، هنا راح تسهل العملية وتوجه لي الجهاز المناعي من كل الجسم إلى موقع محدد داخل الجسم بهالشكل البسيط. شافوا أنه هذا السيالك أسيد، مشتقات السيالك أسيد ممكن تشتغل أنه تروح على فيروس الإنفلونزا، تشتغل على فيروس الإنفلونزا بشكل كلش ممتاز بحيث ترتبط بالفيروس. هذا يكون هو الأنتيباديز اللي ممكن يوفرها الجهاز المناعي. فلو يحضرون مركب بسيط يربطون الجزء المناعي مع الجزء اللي يقدر يربط بالعامل المسبب للمرض، راح يحصلون على جزيئة جديدة راح نشوفها قد تكون كبيرة وتخوف لكنها جدا بسيطة باستخدام الكليك كيمستري. هذا شوف الكليك سوالي لينكر الجاليك أسيد، هذا مشتق الجاليك أسيد اللي هو حامض كاربوكسيلي وثلاثة فينولات بي، سويت بي آصرة ثلاثية والأنتيباديز خليت بيها العفو هذا المركب اللي هو ممكن أن يرتبط مع فيروس الإنفلونزا، ركبت بي الترايازين أو الترايازو الأنثري فيربط بي بسهولة بالتفاعل الكليك ويبدي يروح يهاجم الفيروس الإنفلونزا عن طريق الريسبترات اللي موجودة فيربط بيها ويبدي يشتغل عليها ويدمر الفيروس بشكل سريع. إذن هنا صارت عملية توجيه، إعادة توجيه للجهاز المناعي، بدل ما أنطي مجال أنه على راحته ويروح ويهاجم كل الجسم ويشوفه، لا راح أوجه الجهاز المناعي أخذ الأنتيبادي مالتي اللي تتكون وأروح قبل على الفيروس اللي أريده على الجزء المسبب للمرض وأخلص من عنده. ايضا ممكن انه نبني هذه المركبات على السيرفس صلب، على الجماعه التحليلات المرضيه عندهم الكثير من الشرائح الزجاجيه اللي يشتغلون بها، مثلا يضيف عليها فحوصات الدم وغيرها فتصير عمليه تغييرات لونيه بحيث يكشف عن الماده اللي يريده هل اكو مرض معين او لا. فبالحقيقه هذا السيرفس بانين عليه
مركبات ممكن انه تتفاعل عن طريق الكليك كيمستري بسهوله مع المستقبلات اللي انا اضيفها اليه وتنطيني كشف لوني. ممكن الكربون نانو تيوب والجرافين ابني عليه اي ماده او اي دواء بهالشكل ايضا بالكليك كيمستري. ممكن اسوي عمليه ادهزف للبوليمرات، احضر مركبات انه ممكن انه تشتغل كادهزف. ممكن اسوي ككروس لينكينج بالنسبه للجزيئات خاصه السكريات وغيرها اللي تحت من اربط من اسوي عندي اواصر ثلاثيه وعندي داي ازايد راح يربط سلاسل مختلفه ويكون لي الهيدروجل اللي هو الى ما شاء الله من التطبيقات المهمه بكل يعني مناحي الحياه مثل ما يقولون. الجزء الاخير محاضره اتمنى ما اكون بس تاخرت لانه اخذت يمكن وقت لحد انا 40 دقيقه وانا المسموح لي 40 دقيقه. الجزء المهم اللي انا احب انه احكي به اللي هو الثايول اين رياكشن اللي هو الثايوكليك رياكشن او ثايوكليك كيمستري اللي هو الجزء الاخير من الكليك كيمستري. هنا عمليه التفاعل الثايولات المركبات الحاويه على الاس اتش سميها ثايول مع الالكين. الالكين دائما ينتهي بالمقطع اي ان اي فيسمونه تفاعل ثايول اين رياكشن باستخدام انشيترات معينه راح يمشي يكون تفاعل جدا سريع. هنا أنا مو سايكلو اديشن مجرد راح يصير عمليه ربط. الربط سريع جدا. الكل في الكيمياء العضويه والكيمياويين بصوره عامه اللي يشتغلون كيمياء العضويه يعرفون لما افاعل اي ماده مع الالكينات عمليه الاضافه تتم وفق قاعده نسميها قاعده ماركونيكوف. النيوكلوفيل يروح على ذره الكربون الحامله اقل عدد من ذرات الهيدروجين. بهذا التفاعل لا راح يكون عكس قاعده ماركونيكوف، راح يروح على ذره الكربون الطرفيه الحاويه او الحامله على اكبر عدد من ذرات الهيدروجين. فايضا هنا راح ينطيني ايزومر واحد وليس مجموعه من الايزومرات. العمليه مجرد اخلي فوتو انيشيترات مثل المركبات بعض مركبات الكيتونيه واستخدام اليوفي راح ينطيني جذر حر ينفقد الهيدروجين وينطيني جذر حر يهاجم الآصرة المزدوجة الطرفية ويتكون ذرة الكربون اللي بالنص راح تكون بها جذر حر ويصير لي عملية الانتهاء بأن يهاجم جزيئة هذا الجذر الحر الجديد اللي تكون يهاجم جزيئة ثايول جديدة ياخذ الـ H من عندها فيصير هنا أنا عندي CH2 ويتكون الناتج والار اس كانما صار بدايه جديده راح يتحول الى الار اس جذر حر ويبدي السلسله وتستمر عمليه التفاعل. كل احنا نعرف التفاعلات الضوئيه باستخدام اليوفي جدا سريعه. هذا التفاعلات اللي اشتغلنا بها اخذنا هذا المركب اللي نسميه اوكتابنال بوس وراح نعرف شنو الفكره من هاي العمليه. الاوكتابنال بوس عندي الالكينات ثمانيه بي وهو على شكل صندوق مثل الصندوق من السيليكا. فلما فعلناها ويا ثايو ايثانول باستخدام يوبي 365 فوتو انيشيتر مده ساعه خليناها ساعه هو ما يحتاج ساعه لكن خليناها ساعه حتى نضمن 100% يكون الحصيله راح يتكون ينطيني موديفيكيشن حولنا الآصرة المزدوجه الى او اتشات طرفيه. فهذا المركب سوينا له عملية رينج اوبننج بوليمرايزيشن مع اللاكتايد ودخلنا عدد محدد جدا من وحدات اللاكتايد بكل هذه السلاسل. هذا اللاكتايد من صفاته انه هيدروفوبيك غير محب للماء. اريد ادخل كانت الفكره مالتنا اريد ندخل جزء هيدروفوبي وجزء هيدروفيليك. فحتى اروح ادخل جزء هيدروفيليك دخلنا على موضوع اخر اللي هو البلمره بطريقه الاي تي ار بي. لما استخدم هذا العامل المساعد كانيشيتر بالبدايه فراح احول الاو اتش الطرفيه الى هذا اللي هو راح يكون انيشيترات هذا ماكرو انيشيتر راح يصير ومن ثم نفاعلها مع هذا المركب البسيط المونومر اللي هو الديمايما دايميثيل امينو اثيل ميثا اكريليت فراح يجي يربط عندي ديمايما وقبل كان لاكتايد. فهنا شنو صار عندي؟ صار عندي صندوق بذراع ثمان أذرعة ذراع كل ذراع بالوسط يكون هيدروفوبيك غير محب للماء ومن بعده محب للماء. هنا شنو شفنا احنا المايسلز احنا نحتاج هالحويصلات هاي حتى تدخل داخل الجسم
فهنا إذا ردنا المركب أوديه بتطبيق المحيط بالانفايرومنت مالتي مائي، فراح يكون راح يتكتل ويصير على شكل حوصلة، بحيث الدماي ما تكون على السطح واللاكتايد يكون إلى الداخل، فراح ينطيني خصائص هيدروفيلك كاملة. لو قلبنا الآية، لو رحنا إلى محيط بيولوجي هيدروفوبيك غير محب للماء، العكس راح يصير، مجموعة الدماي ما راح تدخل إلى الأسفل ومجموعة اللاكتايد هي تطلع إلى الأعلى. فهنا سوينا فد جيج محتوي على من أذرع، أذرع طويلة ممكن تسوي لي مايسلز تشتغل في مكان هيدروفيليك أو هيدروفوبيك. الغرض من أنه عرضت هذا الشغل بالذات ما عرضت غيره، أنه إحنا نحتاج أنه نبني فرق بحثية متكاملة. يعني أنا ككيمياء وكيمياء بوليمر وجماعة العضوية قدرنا نسوي هذا، لكنه أنا مو شغلي أنه أروح على السيل وداخل الجسم، أحتاج البيولوجيا، أحتاج أبو المناعة، أحتاج أبو الطب البيطري، أحتاج أبو الطب، أحتاج أبو الباثوجين شغلات المرضية، أحتاج أبو الفيزياء بشغلات التشخيصية بالأشعة وغيرها. فهاي الدعوة واحدة من أهم أهداف المحاضرة هذه، أنه دعوة أنه نعمل فرق بحثية متكاملة مو لغرض الترقية، وأنا أكون رقم واحد بالبحث أو رقم اثنين وثلاثة أو أربعة فقط ما مسموح بالبحث يكون أكثر من هذا. أنا أرجو من الناس اللي ما تكون محتاجة للترقية أنه نتعاون مع بعض ونشكل فرق بحثية كاملة وندخل بحيث نسوي الأساس الكيمياء، إحنا نحضر المادة اللي ببالنا ونروح للتطبيقات المختلفة بفريق عمل متكامل. هذه طبعاً العلماء الثلاثة من اللي فازوا بجائزة نوبل لهذا العام، بيرتوزي وميلدال وشاربلس، بالرغم